أهلين، أنا علي طاهر من السعودية. أنا الحين بدرس في معهد أولا. عجبني معهد أولا عشان كثير من المدرسين يوضحوا لك الشرح الدرس، وتقدر تسألهم وقت البريك الفاصل ولا شيء يساعدوك فيه. غير كذا عندك نشاطات، رحلات، عندك طلاب كثير من جميع البلدان تقدر تشترك معاهم. غير العرب عندك من أسبان، عندك من الإنجليز، تتعاون معاهم وتشارك في شرح الدرس. عجبتني مدينة ميامي بنشاطاتها وتوفيرها للمواصلات ورخصها في الأسعار، وغير كذا يعني ناسها متعاونين جميلين جدا، غير الثانية تكون شديدين في اللغة وزي كذا، فأحد من الناس يقدر يفهمك على الموضوع، يقدر يعلمك أشياء كثيرة، وناسها مرة ممتازة، وأنصحكم تعالوا إلى أولا.